مش بس رمي الرماد بحارة، من كل أنحاء الأردن بحارة، في من العقبة، في من معان، في من السلط، في من كل أنحاء الأردن، بس إحنا دائما بالواجهة بحطونا. لأنه أنتوا على الحدود. أنتوا على الحدود. طيب إحنا ما كل الناس بحارة. هذا خط لكل الأردنيين، مش بس لرماتنا. بعدين البحارة مش إنه البحار بيستفيد، لازم نظل المدى البعيد. البحارة ما بشتغل أني بحار، بجيب جبت أني، أنت اشتريت خضرة، اشتريت بضاعة، صار في حركة بالسوق.